إصرار إماراتي على ملشنة سقطرى وإغراقها في الفوضى عبر نشاط التجنيد الحثيث الذي دأبت عليه أبو ظبي منذ قدومها إلى الجزيرة. طائرة إماراتية محملة بدفعة جديدة من المجندين تحط رحالها في سقطرى ضمن مشروع عسكرة الجزيرة وتحويلها إلى ساحة للصراع والفوضى. الدفعة الجديدة من المجندين المنتمين لجنسيات مختلفة جرى توزيعها في مناطق متفرقة بالأرخبيل، شملت منطقة موري المحادية للمطار ومواقع ومنازل أخرى بحسب مصادر للمهرية. لم تكتف الإمارات بإنشاء معسكرات لميليشيات الانتقال وتجريد أبناء الجزيرة، بل دفعت أيضا بجنود من جنسيات مختلفة ضمن مساعي تكريس النفوذ والسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية. وبنظر العديد من المراقبين، فإن سقطرى التي شهدت خلال الأيام الماضية توترا بين قوات السعودية وذراع الإمارات العسكري ميليشيا الانتقال قد تكون على موعد مع تصعيد أكثر خطورة، بالنظر إلى الرغبة الإماراتية في الاستحواذ التام على الجزيرة وإفراغها من أي وجود سعودي. أكثر من عام على سيطرة ميليشيا الانتقال على سقطرى، تبدلت فيه أحوال الجزيرة التي يعيش أبناؤها جحيم أزمات متعددة بفعل سطوة الميليشيا، فضلا عن تحولها إلى ساحة للتنافس بين أطراف إقليمية اتخذت من عجز الحكومة سلما للوصول إلى أطماعها في الأرخبيل.